دور المهاجمين في هذه المباراه يا كايزر تشيفز اعتقد هيبقى دور مهاجمي النادي الاهلي، يعني دور صعب جدا في ظل تقارب الخطوط والاجسام القويه والدفاع في كومباكت اللي هو اسمه الدفاع الكتله الواحده او المتقارب، وبالتالي كيف المتقارب. تفكر انت كمدير فني بقى وتحط نفسك مكان موسيماني؟ يعني انا زي ما قلت لك في البدايه ان فرقه كايزر تشيف هتلعب زي ما انجلترا لعبت امبارح. اوكي. مهم جدا جدا ان انا التامين الدفاعي ال 90 دقيقه بالنسبه لي انا كموسيماني. هنتكلم دلوقتي عن التامين الدفاعي ولكن الناحيه الهجوميه في ظل ما هو انا اقول لحضرتك التقارب الشديد والاجسام الكبيره. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، اول حاجه لازم ادرس الفرق اللي هتلاعبني. الفرقه دي بتقف كويس ورا وبتعمل كونتر اتاك كويس، عندهم مزبوط. كاسترو وعندهم نوركوفيتش، الاثنين دول بيعملوا سبرنتات وبيروحوا على الجول، فمهم جدا ان انا يعني ما تغلاش او ما تغليش حاجه زي كده، يعني في ما فيش مغالاه، يعني ان هو يبقى الهجوم الكتير جدا جدا المكثف على حساب الناحيه الدفاعيه. يعني مهم جدا ان انا اعمل استحواذ كويس جدا في نص الملعب، اهدى، احاول العب من على الجناب كتير زي ما احنا شغالين في العرضيات، عندنا مجد قفشه شوت من بره 18. ممكن يحصل يا كابتن في ظل التكتل الكبير ده؟ ايوه بيحاول النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي واخدين على كده، واخدين كل الماتشات المباريات، يعني 90% من مباريات النادي الاهلي في الدوري او في بطوله افريقيا كلهم بيلعبوا ضد دفاع متكتل ضد النادي الاهلي. أيوه. فالنادي الاهلي واخد على كده، ازاي يفتح اللعب وازاي يعمل عرضيات، مهم جدا ازاي يعمل اللي احنا شفناه الحاجات امبارح اللي احنا شفناها برضو اللي هي تشيب باس اللي هم اتعملت خلف المهاجمين، الحاجات دي ممكن تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. الصبر مهم جدا جدا، الهدوء مهم جدا جدا، استغلال انصاف الفرص. أيوه. مهم